السلام عليكم وطال عمي ابراز، رجعت لكم بفيديو جديد وماكبانج جديد. واليوم راح اجرب وياكم هاي الوجبة اللي هي الفطور الانجليزي مثل ما جاي تشوفون، هاي الصينية العملاقة. خلوني طبعا اعرفكم مكوناته. هنا عندنا صوصج نوعين، هنا عندنا شرائح اللحم، فطر بوتيتا بهذا الشكل جاية، مقلية، مقرمشة، بيض عيون، فاصوليا هو هذا الفطور الانجليزي مع العيانة، وطماطم مقلية، وهنا الخبز المحمص. وخلوني ابدي. اول مره اجربه طبعا الفطور الانجليزي. هذا الصوصج، يلا تفضلوا. نقانق. هنا عندنا البيض، تخلي تقدر هالشي على الصفار مالت البيض. فالشي صراحة رهيب، الطعم ممتاز. نشوف اليوم التنسيق مالهم الانجليز شلون، يعني مرهوميها فاصوليا ويا البيض. نجرب، يجوز تطلع حلوة. هذا الصوصج النوع الثاني، الكبار مثل ما جاي تشوفون. وهاي البيضة راح اتناولها. هذا الخبز المحمص. اسمع القرمشة. راح اسوي لي هنا أنا خلطة على اللحم، خليها الشكل، اخلي عليها فطر شوية. نغمسها بهاي الفاصوليا. هذا الفطر المحمص المتبل، فالشي صراحة رهيب الطعم. وهي الطماطم المقلية شلون راح اكلها؟ خليها بالخبزة. شو نخلي عليها؟ نخلي عليها بيض. شوف هذا البيض عيون، شي رهيب، وينهم عشاق البيض عيون. ويا الطماطم، واو ممتاز. شوية لحم الشكل، نغلفها بالخبزة الثانية.
يلا تفضلوا. شوفوا هاي السندويشة الفطور الإنجليزي. هذا الخبز المحمص صراحة فشي رهيب، ويا البيض عيون والطماطة وهذا اللحم. English breakfast. هذا البيض. لحد الآن الأكل متناسق، يعني البيض ويا النقانق ويا الفطر. خلينا نجرب هاي البوتيتة، شوفوها شلون بوتيتة. مقرمشة. اوه يا فشي رهيب هاي البوتيتة. خلي عليها شوي فاصوليا جاهزة baked beans. هاي كشور مع الطماطة. اللي هنا الطماطية شو خلي عليها؟ خلي عليها هذا الصوصج.
الفاصوليا طعمها كلش حلو. هلا اكلها ويا الخبز المحمص. يا وهذا الباور ريد المشروب الرياضي المنعش. يعني صراحة مستمتع بهاي الوجبة. الإنجليزية الفطور الإنجليزي خلينا نجرب الفطر ويا الفاصوليا. باقي لي هنا اخر شيء شويه فاصوليا وخبزه محمصه راح اكلها. يعني طبعا ما جاي اكلها بوقت الصبح، يعني هم البريطانيين الانجليز بوقت الصبح ياكلوها. انا سويتها بالغداء لان انا الصبح مستحيل اكل هالشكل. اشوفها وجبه دسمه مو مال ريوق، يعني ما اعرف شو الانجليز ياكلونه هذا الصبح. لحم وفاصوليا وبيض، هواي شغلات بيها، بوتيته، سعرات حرارية كلش عالية بهاي الوجبة. انتهت. التقييم النهائي انطيها 8 من 10.
او 7.5. لان اكو بعض الشغلات ما بتناسقه، يعني مثلا البيض ويا الفاصوليا ما عجبني وكملته، شو اسوي بعد؟ هذا الباور ريت. طبعا دائما بالماك باقات احاول اكل على كيفي ببطء، بس بعدين من اجي اشوف روحي بالتسجيل بالكاميرا اشوف روحي سريع، فانتوا اعذروني اذا جاي تشوفوني اكل سريع. هو ماك بانج مو تحدي يعني، بس انا متعلم على التحديات والاكل السريع، وهذا الشيء طبعا غلط. الاكل السريع يسبب السمنه وزياده الوزن، وطبعا بالتحديات اتبع استراتيجيه خاصه انا حتى اقدر اكمل التحدي، وبالماك بانجات ما راح اتبع هاي الاستراتيجيه، فدائما انه الوجبات تصير اقل كميه من التحديات، لان اذا اجيب كميه كبيره من الاكل واسويها بصورة ماك بانك مستحيل اقدر اكملها. بس بالتحديات اتبع خطط معينة بالاكل، مثلا اكل اول شيء مثلا هسه على سبيل المثال هاي الوجبة اذا تحدي اقدر اخلصها بوقت مثالي اقل من هذا الوقت بهواي. مثلا اكل اول شيء اللحم، بعدين اكل الشغلات مثلا اللي بيها كربوهيدرات وبيها شغلات مثلا تشبع بسرعة فاكلها وانا جوعان، لان بعدين راح اصير ثقيلة علي. فهالشكل بالتحديات اسوي انا، بالماك بانجات اجيب هاي الوجبات الوسط يعني، ومع العلم انه هاي وجبه كلش بها سعرات حراريه هواي، صراحه استمتعت بيها. كتبوا لي بالتعليقات اذا عجبتكم هاي الوجبه، واذا عجبتكم هاي التنسيقه من الاكل الانجليزي الفطور الانجليزي، ومن بيكم مجربوا الفطور الانجليزي. اشكركم على المشاهده، اتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو، لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناه اللي ما مشتركين بعدهم، التقيكم بالفيديو الجاي، مع السلامه.